مدبولي يعلن عن إصدار مجموعة حوافز استثمارية قريباً، ويؤكد أن الحكومة تسعى لتحقيق 20 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر. أمام وزراء خارجية مجموعة العشرين، عبد العاطي ينتقد الانتقائية في تعامل المجتمع الدولي مع وضع قطاع غزة والضفة الغربية. مصادر غربية تتحدث عن ورقة لتسوية في لبنان، وتلمح من جديد إلى تدخل بري محتمل. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن أزمة قطاع الأدوية ستنتهي خلال أسابيع، وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي أنه بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ونقابتي الأطباء والصيادلة سيتم العمل على وصف الأدوية حسب التركيبة الدوائية وليس مسميات الشركات لتفادي نقص الأدوية. أنا طلبت من السيد النائب رئيس الوزراء ووزير الصحة أن يتم التنسيق الفوري مع نقابة الأطباء ونقابة الصيادلة، إن حتى كتابة الروشيتا، وده دول كتيرة جدا بتعملها، ما بيبقاش باسم الدواء بعينه اللي بإنتاج شركة معينة، ولكن بيبقى بإنتاج الاسم التحضيرة أو التركيبة الطبية العلمية، وبالتالي بيتقال له التركيبة، بيروح للصيدلية بيتقال له عندنا الثلاث أدوية دول اللي بيمثلوا هذه التركيبة، وبالتالي يبقى المواطن ما يدخش على دواء معين ولمجرد ان هو ناقص عشان الشركة بتاعته بصورة او باخرى بظروف معينة متأخرة في انتاجه، بينما في نفس اللحظة في نفس الدواء موجود ولكن بمسمى اخر. قال رئيس مجلس الوزراء إن الدولة ماضية في ملف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية واستقطاب كبرى الشركات العالمية للعمل في مصر. أضاف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي أن الحكومة تستهدف تحقيق رقم 20 مليار دولار على الأقل استثمارات أجنبية مباشرة، مشيرا إلى أن مجموعة من الحوافز الاستثمارية سيتم الإعلان عنها قريبا. لو إحنا بنستطيع وزي ما قلت لحضراتكم نستقطب كبار الشركات العالمية وتبدأ تستغل مصر كمركز إقليمي للتصنيع والإنتاج والتسويق، وبنستهدف أن كل شركة من دول يبقى استثماراتها من 200 ل 300 ل 500 مليون دولار، نقدر نتصور أن حلم أن إحنا يبقى عندنا استثمار أجنبي مباشر في السنة بيتجاوز 20 مليار على الأقل، ونصل بصادراتنا بإذن الله زي ما وعدنا إن شاء الله على 2030 إلى أكثر من 140 مليار دولار، هذا الحلم قابل للتطبيق، وهو كل تركيزنا كحكومة إزاي نفعل هذا الملف بأكبر حجم ممكن من التيسيرات والإجراءات الكبيرة. والسيد وزير المالية منذ لما وقفنا إن شاء الله حينتهي بالكامل من حزمة الإجراءات الإصلاحات الضريبية على نهاية هذا الشهر عشان ناخد بيها كل الإجراءات التنفيذية بهذا الشأن. وأيضا السيد وزير الاستثمار زي ما وعدتكم بإذن الله هيعرض مجموعة أخرى من الحزم الحوافز والتيسيرات اللي هنقدر إن شاء الله من خلالها نحسن أكتر وأكتر في مناخ الاستثمار في مصر بإذن الله. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع عقد تأسيس شركة مياه العاصمة الإدارية، وهي شركة مساهمة مصرية. يأتي ذلك هذا التأسيس للشركة بغرض إدارة وتشغيل وصيانة البنية التحتية الرطبة ونظام المياه الذكي وأنظمة الصرف الصحي وأنظمة مياه الري، وذلك باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة بما في ذلك مكونات الشبكة مثل محطات المياه والرفع والمنشآت المماثلة المتعلقة بالمياه أو مياه الصرف الصحي داخل العاصمة الإدارية الجديدة.
شهد وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد المجيد صقر مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 166 من كلية الضباط الاحتياط. وقام الفريق أول عبد المجيد صقر بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم رئيس الجمهورية تقديرا لأدائهم المتميز خلال فترة الدراسة في الكلية. شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 166 من كلية الضباط الاحتياط دفعة اللواء أركان حرب إبراهيم محمد نصوحي، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من المحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وقادة القوات المسلحة وقدام مدير كلية الضباط الاحتياط وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين وأسر الخريجين. بدأت مراسم الاحتفال بعرض المهارات الرياضية وفنون الدفاع عن النفس والقتال المتلاحم والتي عكست الكفاءة القتالية والقوة البدنية والمهارية العالية التي اكتسبها الطلبة طوال مدة دراستهم بالكلية. أعقبها عرض المهارات الفنية باستخدام السلاح وعرض عدد من الابتكارات والبحوث الفنية التي نفذها طلبة الكلية والتي تهدف إلى مواكبة التطور العلمي المتلاحق في مختلف المجالات. واختتمت العروض بالعرض العسكري شارك فيه مجموعات من طلبة الكلية يتقدمهم حملة الأعلام. كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد تكريماً لروح شهداء الوطن الأبرار. وعقب إعلان كبير المعلمين بكلية الضباط الاحتياط نتيجة التخرج، أعلن مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين، حيث قام الفريق أول عبد المجيد صقر بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم السيد رئيس الجمهورية تقديرا لأدائهم المتميز خلال فترة الدراسة في الكلية. تلا ذلك تكريم أسرة اللواء أركان حرب إبراهيم محمد نصوحي وردد الخريجون يمين الولاء. وألقى اللواء أركان حرب بهاء السيد عبد الرحيم مدير كلية الضباط الاحتياط كلمة أشار خلالها إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة وتوفير كافة الإمكانات العلمية والثقافية لإعداد وتأهيل أجيال من طلبة الكلية القادرين على الوفاء بالمهام والمسؤوليات لتظل القوات المسلحة درعاً قوياً يحمي الوطن وحصناً منيعاً لشعبه العظيم. وفي نهاية الاحتفال نقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتهنئته للخريجين وأسرهم على الجهد الذي بذلوه طوال مدة دراستهم بالكلية، مؤكداً أن القوات المسلحة لا تألو جهداً في توفير كافة الإمكانات لبناء أجيال جديدة قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته، وأن الضباط الاحتياط يمثلون أحد الركائز الفاعلة في منظومة الكفاءة القتالية للقوات المسلحة. كما أشار إلى أن مصر تنطلق نحو غد أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً،
بالرغم من التحديات الإقليمية والدولية والصراعات التي تحيط بها، مما يفرض علينا أن نكون دائماً على أهبة الاستعداد والجاهزية، ولن يتأتى ذلك سوى بعقول وسواعد رجال أشداء يذودون عن الوطن ويبذلون كل غال ونفيس لتبقى رايته عالية خفاقة. قامت وزارة الداخلية بإفادة عدد من الضباط والضابطات بمختلف مديريات الأمن لاصطحاب أبناء الشهداء إلى مدارسهم في بداية العام الدراسي الجديد. يأتي ذلك تأكيداً على أن تضحيات آبائهم الأبطال وسيرتهم العطرة ستظل دوماً وساماً على صدور جميع رجال الشرطة كأروع مثال في التضحية والفداء. مشيت بدري وكل العمر ما بيجري بتوحشني. مع بداية العام الدراسي الجديد وفي إطار الاهتمام بدعم أسر الشهداء وتوفير الرعاية لهم، قامت وزارة الداخلية بتوجيه مأموريات لاصطحاب أبناء الشهداء إلى مدارسهم على مستوى الجمهورية وسط ترحيب كبير من زملائهم في تقليد سنوي تحرص عليه الوزارة. اليوم ده بيبقى مميز جداً عند الولاد، بيبقى يوم مختلف لأن هم بيشوفوا باباهم قدام عينيهم تاني كأنه مصطفى الله يرحمه موجود وبيصطحبهم بنفسه للمدرسة. بشكر السيد الرئيس إن هو قال للضباط يجوا ويوصلوا لي المدرسة. النهاردة أنا فرحت وده اداني حافز ليا أن أنا أكمل وأنجح بإذن الله وأبقى ضابط زي بوك. أمان عليك يا أبويا وأنت في الجنة، ما تنساش كل ثانية ولحظة تدعيلي عشان أنا غصب عني كمان اللي بتمنى. خدني من البيت على المدرسة وعملوا لي ترحاب كبير جدا في المدرسة، وده شيء أنا فخور بيه من وزارة الداخلية. بشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على اللمسة الجميلة ولمسة الوفاء للشهداء إنهم بيكرموا أبناء الشهداء أول يوم في الدراسة، وهو حس قد إيه إن بابا لسه موجود. مش بابا بس، وزارة الداخلية كلها كانت موجودة عشان تقول له إحنا موجودين بدل بابا وإن إحنا مش هنسيبك. يعتز أبناء الشهداء وسط هذا التكريم وحفاوة استقبالهم بتضحيات آبائهم التي تعد مبعث فخر لهم بين زملائهم والقائمين على هذه المدارس. كنت مبسوط جدا ان الضباط معايا ودخلوني لحد الفصل، ما كنتش حاسس النهارده ان انا لوحدي، حسيت ان في ناس في ظهري وبيقدروني. عشانك انت، عشان بكره، عشان ناس جايه بعدينا، عشان بلدي اللي حبيتها بعمري وروح انا فادتها، مدى الحضن اللي ربى واللي قواني. أمان عليك يا أبويا وانت في الجنة. ده بصراحة بيحصل كل سنة من أول استشهاد باباهم، وده بيفرق معهم جدا وبيدي للأولاد دعم كويس في طول الدراسة. يا شمس بلادي عمرك ثانية ما تغيبي، وكمل رحلتك يا حبيبي. تتكرر المشاهد الإنسانية لاصطحاب رجال الشرطة لأبناء الشهداء إلى مدارسهم في كل المحافظات مع بداية العام الدراسي الجديد في لمسة إنسانية تؤكد على الرعاية والدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة الداخلية لأسر الشهداء، وأن التضحيات تظل خالدة في ذاكرة الوطن وأبنائه، وتأكيداً على الدور الوطني الذي قدمه هؤلاء الأبطال لعزة الوطن ورفعته. يوم يا إما أنت بأجيلي، أنا سايبك في إيد مصر اللي مش ممكن لا تنساني ولا تنساك وصدقني. أحب أشكر سيادة الرئيس على اهتمامه دايما بأسر الشهداء اللي ضحوا بأرواحهم في فداء للوطن. شكرا لوزارة الداخلية وشكرا للرئيس. عشانك أنت، عشان بكرة، عشان ناس جاية بعدينا، عشان بلدي اللي حبيتها
بعمري وروح أنا فادتها مدى الحضن اللي ربك واللي قواني. أمان عليك يا أبويا وانت في الجنة، ما تنساش كل ثانية ولحظة تدعيلي. النهاردة صحاب أبويا جم يوصلوني، ودي أكيد حاجة تفرحني. من وزارة الداخلية أحب أشكرهم جدا، قعدت أشكرهم طول اليوم مش هقدر أوفي بعدهم والله، بس أكيد طبعا فرحان بحاجة زي كده، هما دايما بيفكروا فينا ومش ناسيننا خالص. أنا وعدتك في وقت البعد أكون جامدة وما ضعفش، وغصب عني أنا بضعف، لكن ما تخافش أنا هعرف برغم الحزن كمل عمري يا حبيبي. كنت دايما متعوده ان فوقي هو اللي بيوصلني دايما اول يوم، عشان دي حاجه طبيعيه. بعد كده دلوقتي بقى زمانات فوقي هما اللي بييجوا يوصلونا، وبجد بيحسسني دايما ان فوقي لسه موجود، لان هما وعندي واحد بجد بحب قوي قوي اليوم ده عشان هما بييجوا معايا. رعايه متكامله تقدمها وزاره الداخليه لاسر الشهداء بخاصه ابنائهم، سواء اجتماعيه او تعليميه او معنويه، وفاء لتضحيات الشهداء التي سطرت دماؤهم الذكيه ما ينعم به الوطن من استقرار. مع بدايه عام دراسي جديد، اصطحاب ابناء الشهداء الى مدارسهم تقديرا لتضحيات ابائهم في سبيل تحقيق امن واستقرار هذا الوطن، وهو تقدير يعكس مدى اهتمام وزاره الداخليه وتقديم الرعايه لاسر الشهداء. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. تؤكد مصر ضروره تسويه القضيه الفلسطينيه واقامه الدوله الفلسطينيه المستقله على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقيه، وتشدد على أهمية وقف العدوان الجاري على قطاع غزة وعلى الضفة الغربية، التقى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي برئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وذلك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وخلال اللقاء أكد عبد العاطي أن مصر تواصل جهودها الرامية إلى دعم الأشقاء السودانيين في الخروج من أزمتهم والحفاظ على وحدة وسيادة السودان ودعم مؤسساته. كما التقى وزير الخارجية نظيره الجيبوتي محمد علي يوسف، حيث تناول هذا اللقاء المستجدات في القرن الأفريقي والسودان والصومال، وكذلك تطورات الأوضاع في غزة، فضلا عن التصعيد الإسرائيلي غير المبرر لجر المنطقة لحرب إقليمية. وخلال نشاطه في نيويورك، التقى وزير الخارجية أيضا برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه، وتناول اللقاء مجمل مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في القارة الإفريقية في إطار التعاون والتشاور المستمرين بين مصر والاتحاد الإفريقي حول القضايا ذات الصلة بأولويات دول القارة. وفي إطار سلسلة لقاءاته على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، التقى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي بالسناتور الديمقراطي كريس كونز، وذلك كما هو كان رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي. خلال هذا الاجتماع استعرض عبد العاطي أوجه التقدم التي حققتها مصر في مجال حقوق الإنسان، مسلطا الضوء على وجود علامات استفهام حول ضعف التفاعل مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في غزة، ودعا إلى تجنب سياسة المعايير المزدوجة، مع التشديد على ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار والتحذير من توسيع رقعة الصراع
الصراع من خلال الضربات الإسرائيلية الحالية على لبنان. وكذلك التقى وزير الخارجية نظيره الأوكراني وشهد اللقاء التأكيد على مواصلة العمل على تنشيط أطر العمل المشتركة القائمة بين مصر وأوكرانيا. كما أكد عبد العاطي دعم مصر لكافة الجهود التي تسعى لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية لصالح إقرار السلم والأمن الإقليميين والدوليين. انتقد وزير الخارجية بدر عبد العاطي الانتقائية التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع ما يحدث في غزة والضفة الغربية. وفي كلمته أمام وزراء خارجية مجموعة العشرين، شدد وزير الخارجية على ضرورة تكاتف الأطراف الفاعلة من أجل الوقوف الفوري لإطلاق النار وإتاحة النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية والإغاثية. كما أشار إلى التصعيد الإسرائيلي في لبنان الذي يجر المنطقة إلى مخاطر الانزلاق إلى حرب شاملة، وهو ما طالما حذرت منه مصر وأدانته. كما شدد وزير الخارجية على الحاجة الملحة لإصلاح وتطوير وتعزيز دور المنظمات والمؤسسات الدولية، فضلا عن إصلاح الهيكل المالي العالمي، معربا عن تطلعه لأن تقوم مجموعة العشرين بدور إيجابي في عملية تطوير أساليب عمل المؤسسات الاقتصادية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتمكينها من دعم الدول النامية في احتواء الآثار التراكمية للأزمات الدولية المتعاقبة. حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من خطر اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط. قال بايدن في مقابلة مع شبكة إي بي سي إنه يعتقد أنه لا يزال هناك إمكان للتوصل إلى اتفاق يمكن أن يبدل المنطقة برمتها. وأضاف بايدن أن هناك احتمالا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان، وسيمكن ذلك من التركيز على الضفة الغربية وغزة.
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن واشنطن وحلفائها يعملون دون كلل لتجنب اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني. وبالتزامن مع ذلك، أكدت وكالة رويترز نقلا عن مصادر دبلوماسية متنوعة أن الولايات المتحدة تقود مساعي دبلوماسية جديدة لإنهاء الأعمال القتالية في قطاع غزة ولبنان، وذلك ضمن مبادرة واحدة. وفي سياق نفسه، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول لبناني أن الاتفاق المرتقب ربما يؤدي في النهاية إلى إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس، موضحا أن حزب الله منفتح على كل التسويات التي تشمل غزة ولبنان. جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهده بإعادة عشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم من المناطق الحدودية في الشمال إلى منازلهم. وبشأن الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، أكد نتنياهو أنه لا يمكن الخوض في التفاصيل بشأن هذه الجهود. أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض مقتل 51 شخصا و223 جريحا في الغارات الإسرائيلية على لبنان. وأضاف وزير الصحة اللبناني أنه تم تشكيل خلية أزمات لمتابعة أحوال النازحين. من ساعات الصباح الأولى سقط 51 شهيد و223 جريح، هيدا اليوم بضربات المختلفة اللي كانت بالمعيصرة أو بجون أو ببعلبك الهرمل أو بمناطق الجنوب. الموضوع الأساسي هو نحن ما هي الخطة اللي وضعتها وزارة الصحة للنازحين، وكيف النازحين بيقدر يوصلوا لهذه الخدمات. بأول شيء بدي ركز أرجع أذكر بالرقم الخط الساخن اللي عم تعمله وزارة الصحة للنازحين، واللي هو 1787، رقم 1787. نحن يعني بلش يجينا عليه اتصالات حتى الساعة، نحن اليوم صرنا مستقبلين عليه 372 اتصال، وساعدنا كثير بمرضى إن كان مرضى الغسيل الكلى أو مرضى كذلك في حوامل، كان لحتى وجهناهم إلى المستشفيات، وحنعطيكم معلومات أكثر بهذا الموضوع. أول شيء بدي أقول أنه نحن بوزارة الصحة مثل ما عندنا كان غرفة طوارئ الصحة العامة اللي هي عم بتدير غرفة العمليات، عم بتدير موضوع الجرحى ونقل الجرحى، هنالك كذلك خلية أزمة للنازحين. أعلن المتحدث باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي تعبئة لواءين من قوات الاحتياط للقيام بمهام عملياتية في الجبهة الشمالية. يأتي ذلك فيما أعلن رئيس أركان سلطة الاحتلال الإسرائيلي هيرتسي هاليفي مواصلة الغارات الجوية على جنوب لبنان من أجل تدمير البنية التحتية لحزب الله والاستعداد لعملية برية محتملة للقوات الإسرائيلية على حد تعبيره. الله أكبر. بفقد حبيب ورا حبيب، بفقد غالي ورا غالي، صدمة ورا صدمة، كاس مور ورا كاس مور. قصفوهم أين ما أدرين عنهم اللي هم أيهم مقطعين شو قف يا خير. أعلنت مستشفيات قطاع غزة إيقاف إجراءات استلام جثامين 88 شهيدا من قطاع غزة لعدم توفر معلومات عن أصحابها. هذا وأعلنت السلطات الصحية في غزة أن 41,495 فلسطينيا على الأقل استشهدوا، وأصيب ما يزيد عن 96,000 آخرين في حصيلة غير نهائية جراء الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع المستمر منذ 7 أكتوبر العام الماضي. في
في إطار فعاليات معرض الكتاب بنقابة الصحفيين، عقدت النقابة مؤتمراً صحفياً لكشف وقائع التحريض الرسمي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. عرض المؤتمر الفيلم الوثائقي فلسطين ما وراء النكبة الذي أعدته قناة الوثائقية لفضح جذور جرائم الإبادة الجماعية. ضمن فعاليات الدورة الأولى لمعرض الكتاب بنقابة الصحفيين، عقدت النقابة مؤتمرا صحفيا لكشف وقائع التحريض الرسمي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني من قبل مسؤولين بحكومة الاحتلال حرضوا وما زالوا يحرضون على إبادة الشعب الفلسطيني. كان عندنا مؤتمر صحفي مهم، أنا تقديري هو من خلال تم رصد كل التصريحات القادة الحرب الصهاينة ومجرم الحرب الصهاينة على امتداد 10 سنوات، كلها كاشفة عن طبيعة هذا المشروع وطبيعة الفكر المتطرف والتطرف وطبيعة الدولة الإرهابية، واللي دائما مسؤولية بيحرضوا على الإبادة الجماعية، ولذلك جزء من هذه الدعوة الدعوة لمحاكمة قادة هذه الدولة أمام المحاكم الجنائية الدولية، وهو بيستهدف فتح هذا الفكر القائم عليه الدولة هذه الدولة. هذه محاولة للتحريض المباشر، واعتقد لابد من التقاط هذا المجهود من أجل الذهاب إلى تأطير وتجدير هذا العمل ضمن الأطر قانونية ودعم الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني العربي المشترك، وطبعا في أوله الجهد الفلسطيني في هذا الإطار من أجل ملاحقة مجرمي الحرب وعدم السكوت على هذه العربدة السياسية التي يقوم بها هذا المحتل. هذا المؤتمر هو بالغ الأهمية في جزء مهم متعلق بتوثيق تصريحات المسؤولين الإسرائيليين المتعلقة بحرب الإبادة في غزة. هذا التوثيق هو توثيق جيد جدا ويفيد بدرجة كبيرة جدا في الملف القانوني أمام المحكمة الجنائية الدولية لاستظهار نية الهجوم أنه كان بغرض الإبادة وليس بغرض فقط ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وبالتالي هو توثيق بالغ الأهمية. وخلال المؤتمر كشفت النقابة عن هذه الوقائع الموثقة لتصريحات مسؤولي الاحتلال بما يضعهم تحت طائلة القانون الدولي. وعقب المؤتمر عرضت نقابة الصحفيين الفيلم الوثائقي فلسطين ما وراء النكبة الذي أعدته قناة الوثائقية، وأعقب الفيلم ندوة حول العمل. فيلم بيعرض وبيقدم جذور القضية الفلسطينية 50 سنة من مؤتمر بازل 1897 إلى إعلان قيام إسرائيل في 1948. هذه السنوات 50 نصف قرن من جريمة مكتملة الأركان لسرقة الأراضي الفلسطينية والاستيلاء على حقوق الشعب الفلسطيني. فعاليات اليوم الحقيقة أن فلسطين هي ضيف الشرف لمعرض الكتاب في نقابة الصحفيين، واليوم الحقيقة مشحون بفعاليات كثيرة جدا، لكن الأهم هو في عرض فيلم عن النكبة الفلسطينية. والحقيقة النكبة الفلسطينية للسادة المشاهدين أكيد على علم لم تبدأ عام 48، لكن بدأت عام 1798 لما جه نابليون على رأس الحملة الفرنسية وأراد إنشاء دولة لليهود في هذه المنطقة. تسعى نقابة الصحفيين من خلال فعالياتها المختلفة إلى فتح جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، حيث تعمل على إعداد ملف كامل عن هذه الجرائم وحملة لإدراج هذا الملف ضمن ملاحقات قادة الاحتلال في المحاكم الدولية. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. نشرتنا تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. زلنسكي يؤكد أن الأمم المتحدة يؤكد في الأمم المتحدة أن أوكرانيا لن تقبل باتفاق سلام تفرضه القوى الكبرى. شدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي على أن بلاده لن تقبل أبداً باتفاق سلام تفرضه عليها القوى الكبرى. اتهم الرئيس الأوكراني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالتخطيط لمهاجمة محطات الطاقة النووية في بلاده، قائلاً إن روسيا تستخدم الأقمار الاصطناعية لجمع صور ومعلومات مفصلة حول البنية التحتية النووية في أوكرانيا، وعليه حذر من عواقب كارثية. Aggressor in this war, the sole violator of the UN Charter.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ستنظر في استخدام السلاح النووي إذا تعرضت لهجوم جوي كبير. تصريحات بوتين جاءت خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الأمن الروسي بشأن الردع النووي، ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه روسيا أنها بصدد مراجعة عقيدتها النووية التي تحدد الظروف التي قد تلجأ فيها إلى استخدام الأسلحة النووية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة إصدار قرار بمد اليوم الدراسي في المدارس المطبق بها نظام الفترة المسائية إلى الساعة 7:30 مساء خلال العام الدراسي الجديد 2024-2025. أوضح المركز أن المدارس التي ستعمل بنظام الفترتين في بعض الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية وفقا لطبيعتها وظروفها سيكون نهاية اليوم الدراسي في الفترة المسائية فيها الساعة 5:30 مساء مناشدة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء هذه الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته وسائل صوتية على تطبيق واتساب تزعم إصدار شركة المياه منشورا تحذيريا بعدم استخدام مياه الشرب لأغراض الشرب بدءا من الساعة 3 صباحا وحتى 10 مساء نتيجة لتلوثها بمكروب سام. وأوضح المركز أن مياه الشرب بكافة محافظات الجمهورية سليمة وآمنة تماما وخالية من أي ميكروبات ضارة أو ملوثات ومطابقة للمعايير والمواصفات القياسية، ويتم مراقبتها على مدار الساعة من خلال منظومة المعامل والجودة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، بالإضافة إلى الدور الرقابي لجهاز تنظيم مياه الشرب وحماية المستهلك ووزارة الصحة والسكان. أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات باسل رحمي أن الجهاز يحرص على توعية أصحاب المشروعات بالمزايا والتيسيرات التي يقدمها لهم قانون تنمية المشروعات، خاصة فيما يتعلق بالحوافز الضريبية. أوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يحرص على المشاركة بفاعلية في مبادرة الرئيس السيسي بداية جديدة لبناء الإنسان بتفعيل آلياته لإتاحة الخدمات التدريبية والتوعوية وخدمات تأسيس المشروعات. وأضاف رحمي أن الجهاز يقوم حاليا بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية من خلال مشروع تنظيم برنامج تدريبي مجانا لأصحاب المشروعات، موجها الدعوة لأصحاب المشروعات القائمة والعاملة في القطاع الرسمي بمحافظتي القاهرة والجيزة للمشاركة في البرنامج التدريبي من خلال التقدم لمكتبي الجهاز بالمحافظتين للمشاركة. الجهاز يعتبر الراعي الرسمي أو الحضانة الكبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. فيما يتعلق باليوم النهاردة احنا عندنا دورة تعتبر متكاملة بنتكلم فيها عن الشأن الضريبي كله، بداية من أول ما تخش في المشروع، من أول ما أبدأ أفكر فيه، من أول ما أبدأ أعمل بطاقة ضريبية، احنا نقدر نساعدك ونوعيك ونقدم لك الوعي ده وتعمل بطاقة بشكل ايه وايه النشاط اللي تختاره وكذا، وبفضل ماشي مع حضرتك لغاية اعمل البطاقة، اعمل الاقرار الضريبي بتاعي، ايه هي الالتزامات الضريبية اللي عليا، اقدر اوضحها لك بشكل فيه دقة عالية شوية. الحاجة الاخيرة اللي اقدر اقدمها لحضرتك فيما يتعلق بالمنظومة وميكانة الاعمال الضريبية كلها في مصر، ميكانة الاعمال الضريبية بقت محتاجة وعي جامد جدا للناس نظرا للمجتمع المصري وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما عندهاش وعي بالحاجات دي أكتر. استفدت إن أنا عرفت طبعا عن الضرائب، إن أنا بتعامل أغلب شغلي مع الضرائب، إن أنا محاسب قانوني، إن أنا أعرف الهيكل ماشي إزاي، إن أنا أعرف التسهيلات اللي بتتقدم للمشروعات المتوسطة والصغيرة وكمان متناهية الصغر، دي حاجة بتساعدها جدا في إن هي تجرو أب يعني، وبتساعدني أنا في شغلي إن أنا لما هتعامل مع حاجة هعرف أنا إيه اللي عليا وإيه اللي ليا، هيساعدني في البروفيت بتاعي وهيساعدني ان انا اجرس الشغل بتاعي. انا سعيد جدا ان هم بعتوا لي الدعوه دي. احنا كشركه متناهيه الصغر احنا كنا مهتمين جدا ان حد يفهمنا الاجراءات الضريبيه
واصلا احنا دخلنا في التصنيف مخصوص عشان المشاكل بتاع الضريبه بالنسبه لنا احنا مش فاهمينها، فده من الحاجات المهمه جدا اللي احنا يعني اول ما عرفناها قدمنا عليها على طول. يعني الدوره دي اهم هدف فيها ان احنا نتثقف ضريبيا، وده مفيد جدا لكل حد، يعني في الموجود للمجموعه الموجوده كلها من كذا فئه من كذا مجال. احنا مثلا شركه بتستعمل في خدمات الاي ار بي سيستمز علشان نقدم الخدمه دي والكونكشن مع البورتال بتاع الضريبه او المنصه بتاعه الضريبه، وبالتالي مهتمين نعرف كل حاجه عن الموضوع دوت، نقدر ننقل الخبره دي وفي نفس الوقت احنا نفسنا متثقف كشركه. والآن وقفة اقتصادية من نشرة التاسعة نتابعها مع ليلى عمر. إليك ليلى. شكرا لكم ريهام ديب وأميرة العقدة، وننتقل لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. ناقش وزير المالية أحمد كوجوك مع نظيره الصيني لان فوان سبل توسيع أفاق التعاون الاستثماري بين البلدين وتبادل الرؤى والأفكار في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، أخذا في الاعتبار علاقة الشراكة القديمة بين البلدين كأبرز الأعضاء المؤسسين لبنك الاستثمار الأسيوي الذي يعد أحد أهم البنوك الداعمة والمعبرة عن الاقتصادات الناشئة، وكذلك بنك التنمية الجديدة. جاء ذلك على هامش مشاركة الوزير في اجتماعات البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بأوزبكستان. وأضاف وزير المالية أن مصر شريك استراتيجي في مبادرة الحزام والطريق، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة الإقليمية وتحسين الترابط والتعاون على نطاق واسع يمتد عبر القارات. عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب لقاء موسعا مع وفد بنك ستاندرد تشارترد العالمي برئاسة الرئيس المشارك لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في البنك سونيل كوشالة. وخلال اللقاء تم استعراض أنشطة البنك في مصر والذي يقوم بتقديم الخدمات المصرفية إلى الجهات الحكومية والشركات الكبرى والمؤسسات المالية والشركات العالمية العاملة في مصر، حيث يهدف هذا التوجه الاستراتيجي إلى تعزيز خطة التنمية الاقتصادية في مصر من خلال دعم العمليات التجارية ودفع الاستثمار وتنقلات رأس المال السوق المصرية. عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب لقاء موسعا مع الشيخ عبد المحسن الحكير رئيس مجموعة الحكير القابضة العاملة في مجال الترفيه وضيافة والمشروعات الفندقية والوفد المرافق له. واستعرض اللقاء فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية والمشروعات الحالية للمجموعة في مصر وعدد من المشروعات المستقبلية التي تدرس المجموعة إنشائها في مصر خلال المرحلة المقبلة. قال الوزير إن مصر حريصة على توفير جميع أوجه الدعم للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، لا سيما الأشقاء السعوديين، وبما يسهم في زيادة الاستثمارات السعودية في مصر وإنشاء المزيد من المشروعات المشتركة التي تحقق التكامل الاقتصادي بين البلدين. شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط في اجتماع مجلس قيادة التحالف الدولي للطاقة من أجل الناس والكوكب، وذلك ضمن فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل المنعقدة بنيويورك. يهدف الاجتماع إلى تحديد الإجراءات التي يجب أن يتخذها أعضاء المجلس القيادي للتحالف الدولي للطاقة لتسريع تحقيق الهدف السابع من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. وخلال الاجتماع أشارت الوزيرة إلى أن التفاوتات في جهود الانتقال إلى الطاقة وما يمكن أن تؤدي إليه من تعميق الفجوات الاقتصادية القائمة، موضحة أنه في حين أن العالم يسير على المسار الصحيح لزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء، إن بعض المناطق قد تتخلف عن الجهود المبذولة بسبب نقص كبير في الاستثمار والدعم الدولي. استقبل رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين وفد منظمة التجارة الخارجية اليابانية جترو، وذلك بحضور ممثلي عدد من كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال الهيدروجين الأخضر في إطار التعرف على الخطوات الجادة التي تتخذها المنطقة الاقتصادية نحو توطين هذه الصناعة الهامة والصناعات المكملة والمغذية لها. وخلال اللقاء أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على ضرورة التعاون بين جميع الأطراف والجهات المعنية
لتحقيق قفزات زمنية في قطاع الوقود الأخضر، لا سيما في ظل ما تتمتع به مصر من توفر لمصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، موضحا أن ما حققته المنطقة الاقتصادية من خطوات حثيثة في مجال الوقود الأخضر لم يكن يتحقق إلا بدعم شركاء النجاح ومؤسسات الدولة. وإلى البورصة المصرية، حيث أنهت تعاملات الجلسة على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، بينما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع وسط تداولات بلغت 4.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 31 مليار جنيه عند مستوى 2.142 تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 31,250 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 7,420 نقطة، وصعد مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 10,563 نقطة. وننتقل إلى أسواق البترول العالمية، حيث تراجعت أسعار النفط مع إعادة المستثمرين تقييم قدرة خطط التحفيز الصينية على دعم الاقتصاد، بما يكفي لدفع المزيد من نمو الطلب على الوقود في أكبر مستورد للنفط الخام في العالم. وعلى صعيد التداولات، هبطت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.16% مسجلة 73.72 دولار للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.12% ليصل إلى 70.04 دولار للبرميل، وتراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.25% لتصل إلى 2.17 دولار للتر، كما صعدت أسعار الغاز الطبيعي وذلك بنسبة 1.41% لتسجل 2.58 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. يعاني الاقتصاد العالمي من الصراعات الدولية التي تتوسع معها الآثار السلبية على الجوانب الاقتصادية بدول العالم، ويحذر البنك الدولي من أن التوترات المستمرة في الشرق الأوسط تهدد بتقويض التقدم المحرز مؤخرا في معالجة التضخم العالمي. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لريهام وأميرة لاستكمال النشرة إليكم. شكرا لك يا ليلى. رغم سنوات عمره القصيرة فنيا، إلى أنه نجح في ترك بصمة واضحة وكبيرة في مشوار السينما المصرية بأدوار استثنائية، واستطاع أن يسحب البساط من تحت أقدام نجوم الصف الأول بتلقائيته في أداء أدواره حتى ولو كانت ثانوية. إنه الفنان الراحل خالد صالح الذي وافق اليوم ذكرى وفاته. أنا بابا يلا. في مثل هذا اليوم قبل 10 سنوات فقدت السينما المصرية واحدا من أعظم نجومها الفنان خالد صالح، الذي ترك بصمة لا تمحى في قلوب عشاق الفن. موهبته الاستثنائية وأدواره التي لا تنسى جعلته شخصية فريدة في تاريخ السينما المصرية، إذ أبدع في تجسيد مختلف الشخصيات تاركا وراءه إرثا فنيا خالدا سيبقى محفورا في الذاكرة. بدأت مسيرة خالد صالح في مسارح الجامعات، حيث اكتشف شغفه الحقيقي بالفن قبل أن ينتقل إلى شاشات السينما والتلفزيون. استطاع أن يثبت نفسه من خلال أدوار متنوعة تنقلت بين الرومانسية والكوميديا وأدوار الشر، حيث تقدم أعمالاً مميزة من أبرزهم هي فوضى وعمارة يعقوبيان. خلال مسيرته الفنية الغنية التي تضم 73 عملاً بما في ذلك 32 فيلماً و16 مسلسلاً، حقق خالد نجاحات بارزة في تجسيد أدوار الشر المعقدة. لم يكن مجرد ممثل عابر، بل كان فناناً بارعاً في الأداء. دقيقة واحدة اللي في يدي هذا دوس عليه المكان كله ينفجر، واللعب للحين ما خلص، نقدر نطلع منها لا غالب ولا مغلوب.
يجسد شخصيات معقدة بعمق إنساني يجذب الانتباه. لقد أصبح خالد صالح رمزا للاحترافية والتفاني، مثبتا أن النجاح لا يتوقف عند الأدوار الرئيسية بل يشمل كل شخصية يؤديها، مما جعله واحدا من أعظم نجوم السينما المصرية. توفي خالد صالح عن عمر ناهز 50 عاما بعد تدهور حالته الصحية نتيجة عملية جراحية في القلب، ورغم الصعوبات التي واجهها أثناء مرضه لم يفقد الأمل بل استمر في إلهام الجمهور بأعماله المبهرة، مثبتا أن الفن هو ملاذ حتى في أصعب اللحظات، حيث إنه على الرغم من معاناته الصحية المستمرة لم يتخلى صالح عن شغفه بالفن وواصل تقديم أعماله بإبداع حتى آخر لحظاته، ورحل وهو ينتظر عرض فيلم الجزيرة 2، ما يعكس روح الإصرار والعزيمة التي اتسم بها طوال مسيرته. رحل خالد صالح ولكن ذكراه ستظل حية، تذكرنا بأن الإبداع والشغف يمكن أن يخلد ذكريات لا تنسى حتى في أصعب الأوقات. يا نور عيني، إيه رأيك في نيولوك؟ والآن نتابع أهم أنباء الرياضة في نشرة التاسعة. عودة مرة أخرى إليك ليلى. شكرا لكم، وننتقل لمتابعة أخبار الرياضة في هذه النشرة. نجح المنتخب الوطني الأول للبادل في الصعود لربع نهائي تصفيات بطولة العالم والمقام بالكويت خلال الفترة من 22 حتى 27 من سبتمبر الجاري. تأهل الفراعنة لدور الثمانية في منافسات الرجال بعدما تصدروا المجموعة الأولى بعد الفوز على لبنان بنتيجة 4-0 ثم الفوز على الكويت بنتيجة 2-1. كما صعد منتخب السيدات بعد تصدره المجموعة الثالثة عقب الفوز على البحرين برواعية نظيفة ثم الفوز على المنتخب الإيراني بنتيجة 2-1. وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة إلى مدينة الرياض استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر الأفريقي. واختتم الأهلي استعداده قبل السفر وبدأ بفقرات بدنية لمدة 15 دقيقة قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية. والتقي الأهلي مع الزمالك يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة 9 مساء على ملعب المملكة أرينا. وإلى بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية كأس كارباو، تجرى بعد قليل مباراة ليفربول ونظير ويستام يونايتد على ملعب أنفيلد معقل الريدز، وذلك ضمن منافسات الدور 32 من البطولة. ويأمل ريدز في تحقيق انطلاقة قوية في مشواره نحو الدفاع عن لقب البطولة التي حصدها في النسخة الماضية. ويمتلك فريق ليفربول الرقم القياسي في التتويج بكأس كارباو التي انطلقت في عام 1960 حتى الآن برصيد 10 ألقاب. ختام جولتنا الرياضية عودة مرة أخرى لأميرة وريهام، إليكم. شكرا ليلى. أعلن المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة أن العاصفة القوية هيلين ضربت كوبا بعد أن تحولت إلى إعصار محمل برياح سرعته 130 كيلومتر في الساعة قبيل اندفاعها نحو شرقي خليج المكسيك. يتوقع خبراء الأرصاد أن تزداد شدة هذه العاصفة على مدار اليوم وحتى غد الخميس، عندما ستضرب جزءا كبيرا من ساحل فلوريدا على الأرجح برياح. وأضافت أيضا خدمة الطقس الوطني أنها وجهت تحذيرا لأكثر من 40 مليون شخص في فلوريدا وجورجيا وألاباما من هذا الإعصار والعاصفة المدارية. وعن أحوال الطقس من نشرة التاسعة نتابعها في مرة أخيرة مع ليلى عمر، إليك ليلى. شكرا لكم، وننتقل لمتابعة أحوال طقس الغد.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة. فيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا الخميس على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية في القاهرة العظمى فيها 33، الصغرى 22، الإسكندرية 29 22، مطروح 28 21، بورسعيد 29 25، والإسماعيلية 33 21. أما في السويس 33 22، العريش 30 21، طابة 32 25، شرم الشيخ 36 27، الغردقة 35 26. أما في الأقصر العظمى 39، الصغرى 24، أسوان 40 25، الوادي الجديد 38 24، حلايب 34 28، وأخيرا شلاتين 36 27. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. إلى ختام نشرة التاسعة على شاشة التلفزيون المصري، ولا يتبقى سوى تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. مدبولي يعلن عن إصدار مجموعة حوافز استثمارية قريباً، ويؤكد أن الحكومة تسعى لتحقيق 20 مليار دولار كاستثمار أجنبي مباشر. أمام وزراء خارجية مجموعة العشرين، عبد العاطي ينتقد الانتقائية في تعامل المجتمع الدولي مع وضع قطاع غزة والضفة الغربية. مصادر غربية تتحدث عن ورقة للتسوية في لبنان، وإسرائيل تلمح مجدداً إلى تدخل بري محتمل. انتهت نشرة التاسعة من التلفزيون المصري. تحية لكم وإلى اللقاء.